بسم رب الحسين، بسم رب الشهداء كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوشين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان يا مولاي، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا وارث القرآن، السلام عليك يا ناطق القرآن، السلام عليك يا مهدي جان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يدي، ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.